ما هي الرموز التعبيرية الإيموجي وماذا تعني؟ من منا لم يستخدم يوما الرموز التعبيرية التي يطلق عليها الإيموجي خلال محادثاته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيقات المحادثة الفورية مثل واتساب، وذلك لإيصال معنى أو هدف ما بشكل صحيح، أو للتعبير عن الكثير من المشاعر والأحاسيس التي نمر بها في تلك اللحظات. والواقع أن الكثير منا يستخدمها دون أن يعرف إلى ما ترمز إليه تلك الرموز التعبيرية أو ماذا تعني. سنتناول في هذا الفيديو معاني الرموز التعبيرية وتاريخها وأكثرها استخداما، وسنتعرف أيضا على اليوم العالمي لهذه الرموز. تابعوا معنا. ما هي الرموز التعبيرية الإيموجي؟ هي عبارة عن صور صغيرة رمزية قد تكون ثابتة أو متحركة، وتمثل هذه الصور إما تعبيرا لوجه أو مفهوما ما في العالم الشبكي. وتتواجد أشكال الإيموجي على مواقع الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات المراسلة الأخرى، وتستخدم وتتداول بشكل كبير جدا. يعود أصل كلمة إيموجي إلى اللغة اليابانية، حيث يرمز حرف أ إلى الصورة وتعني موجي شخصية. وقد أنشأ شيجيتاكا كوريتا أول إيموجي، وهو مصمم الواجهات الياباني، حينما حاول أن يتوصل إلى حل لمشكلة كبيرة تواجهه هو في أثناء التواصل عبر الإنترنت، واستمد الفكرة من النشرات الجوية التي كانت تستخدم الرموز والشخصيات اليابانية. تاريخ الرموز التعبيرية الإيموجي. ظهرت الرموز التعبيرية لأول مرة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي في اليابان، حيث أدخلت شركة اتصالات يابانية أول مجموعة رموز تعبيرية للمساعدة في تسهيل التواصل الإلكتروني عبر الرسائل، وقد استوحي بعضها من المانجا اليابانية، اللفظ الذي يطلقه اليابانيون على القصص المصورة وعلامات الشوارع لمساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة على قول المزيد، وذلك في حدود الرسائل النصية التي لا تتسع سوى ل250 حرفا فقط. وفيما بعد باتت الاختصارات اللطيفة شائعة وشعبية للغاية، وطورت بعض منصات الإنترنت في جميع أنحاء العالم مثل آي ميسنجر و أمسن ميسنجر وغيرها أيقوناتها الخاصة على مدار العقد الأول من القرن العشرين، حيث امتلكت كل منصة رموزها الخاصة من الإيموجي. كانت الرموز التعبيرية في سنة 2010 مقبلة نحو خطوة كبيرة لتحولها إلى ما يشبه اللغة العالمية الموحدة، حيث اتفقت المنصات المختلفة على معايير موحدة تجعل الرموز التعبيرية مقروءة فيما بينها. وبذلك أصبحت أنظمة التشغيل المختلفة مثل أندرويد وأجهزة آبل قادرة على تبادل الإيموجي فيما بينها. معاني بعض الرموز التعبيرية الأكثر تداولا. غالبا ما نستخدم الإيموجي لإيصال فكرة أو شعور ما، لكن المعنى الذي ترمز له في الحقيقة قد يغيب عن ذهننا. وإليكم بعض المعاني التي تشير إليها بعض الرموز التعبيرية. الإيموجي المبتسم مع دموع الفرح. يعد الإيموجي المبتسم مع دموع الفرح من أكثر الرموز التعبيرية استخداما وأشهرها، ويستخدم لإظهار شدة الضحك. لذلك إذا أرسل شخص ما نكتة مضحكة فيمكنك الرد باستخدام هذا الرمز التعبيري. الإيموجي المنتصر. غالبا ما يستخدم هذا الرمز التعبيري عند الشعور بالغضب، إلا أنه لا يعني الشعور بالغضب، إنما يدل على الانتصار. هذا الإيموجي، إيموجي الاتفاق وعدم الاتفاق، يرمز إلى أنك موافق أو غير موافق، شيء مسموح أو غير مسموح به، تعبر عنه. إيموجي القبلة. القبلة قد يستخدم بعض هذه الرموز للدلالة على الصفير لتشابهها في الشكل، إلا أنها كلها تحمل معنى واحد وهو القبلة. إيموجي الرغبة بالعناق. قد يستخدم بعض الناس هذا الرمز التعبيري للدلالة على السعادة، إلا أنه يعني في الحقيقة الرغبة بالعناق. إيموجي البكاء والشعور بالنعاس. يمكنك ملاحظة قطرة الماء والتي تجعل كل إيموجي ذا معنى مختلف، فتدل الأولى على البكاء وتدل الثانية على الشعور بالنعاس. إيموجي الإحراج. قد يستخدم هذا الرمز التعبيري في أغراض متعددة، حيث يستخدمه اليابانيون للتعبير عن قدر معتدل من الاعتذار أو الإحراج، ولكن عادة ما يقوم المستخدمون في أماكن أخرى باستخدامه عندما يرغبون بالتعبير عن الارتياح بعد تفادي حدوث موقف سيء.
إيموجي الابتسامة وإيموجي التجهم. للتفريق بين هذين الرمزين التعبيريين، لاحظ أن شكل العيون السعيدة هو الفارق الوحيد بين هذين الرمزين، حيث يعبر الأول عن الابتسامة ويدل الثاني عن التجهم. إيموجي الاسترخاء وإيموجي الخجل. يميل كثير من الأشخاص إلى الاعتقاد بعدم وجود فارق بين كل من الرمزين السابقين، إلا أن كل منهما يحمل معنى مختلفا تماما عن الآخر. فيعني الإيموجي الأول الذي لا يمتلك حاجبا الاسترخاء، بينما يصف الثاني حالة الخجل. إيموجي الحكمة. تشمل الرموز التعبيرية أيضا القردة الثلاثة الحكيمة التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم أي شيء، وهي مأخوذة من منحوتة في معبد شوغو في نيكو. الرموز التعبيرية الأكثر استخداما. أوجد موقع يدعى Smart Destination في سنة 2018 طريقة جديدة ومميزة لتصنيف المدن وساكنيها من حيث ميلهم إلى الإيجابية والتفاؤل أو إلى السلبية والتشاؤم، وذلك من خلال تحليل الإيموجي الأكثر استخداما في المراسلات والتغريدات من قبل سكان هذه المدن، حيث حلل الموقع بيانات 69 مدينة حول العالم مستخدما صور الإيموجي والتغريدات والوسوم لتصنيف المدن الإيجابية والسلبية، ومن ثم نشر معلومات مثيرة عن هذه المدن والرموز التي تستخدمها على خريطة تفاعلية. توصل الموقع إلى أن المدن الأكثر إيجابية وتفاؤلا وفقا لهذا التحليل هي كيوتو في الإكوادور، وحصلت على نسبة 78%، ثم حصلت تايبيه في تايوان، ومراكش في المغرب، وميلان في إيطاليا، وتشاناي في الهند على نسبة بلغت 77%، وجاءت هذه المدن في المراكز من الثاني إلى الخامس بالترتيب بناء على عدد التغريدات لتساوي هذه الدول في النسبة. أما المدن الأكثر سلبية فجاءت جوهانسبورغ وكيب تاون في جنوب أفريقيا في المركزين الأول والثاني على التوالي، تليها فيلادلفيا وواشنطن وسان أنطونيو في الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة إلى إلى الإيموجي الأكثر استخداما في العالم، هو الوجه الضاحك مع الدموع بما يزيد على مليون استخدام، يليه الوجه الباكي بشدة ب400 ألف استخدام، ثم رمز القلب بحوالي 315 ألف استخدام. أما الوجه المفكر فقد جاء في المركز العاشر ب85 ألف استخدام. ويستخدم الفرنسيون إيموجي القلب أكثر من 4 مرات في المتوسط في اليوم. أما العرب فقد استخدموا إيموجي الورود والنباتات 4 مرات أكثر من المعدلات العالمية. وفي المقابل استخدم الروس أنواع الإيموجي الرومانسي 3 مرات أكثر من المعدلات العالمية. أما الأستراليون فيتصدرون في استخدام أنواع إيموجي الأعياد وإيموجي الوجبات السريعة. اليوم العالمي للرموز التعبيرية. بسبب كون الرموز التعبيرية تحتل أهمية بارزة في تطبيقات الدردشة لدى مستخدميها في جميع أنحاء العالم، فقد جرى تخصيص يوم 17 من جويليا من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية World Emoji Day. وتعود فكرة تحديد يوم عالمي للاحتفال بالرموز التعبيرية إلى الأسترالي جيريمي بورغ مؤسس إيميجيبيديا، الموقع الذي يتتبع ويحدث تعريفات الرموز التعبيرية.